استني ايه يا عياش؟ اعمل جنابك قهوتك الاول. لا 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 بعدين، روح اعمل اللي قلت لك عليه. بعد كده هنشرب القهوه والشربات كمان. جنابك يا سعاده الباشا هارون بيه، وعدتني وعدك حق الربع مليون جنيه. وانا من ميت وعدت وخلفت يا عياش. ايوه كلمتك سيف، والله سيف ما تنزل الارض ابدا. حاضر اطمن. طيب روح، بس وعاك حد يشوفك. لا اطمن، هلبس له طاقيه لخفه. افتح الشاويش. ولد انا يضرب بالجزم يا سيوفي، اخرت متويتك انت ورجالتك في الجزيره وخليتكم بني ادمين. لا فاكرني عشان ما اتحبست، ما عرفش اخد حق ولدي منيك. الله يرحمك يا سيوفي.